فالأخلاق لا شك أنها جذابة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. إن بعض الناس تحمله الغيرة على أن ينفعل ويغضب ويسب ويشتم ويقول: هذا عمر بن الخطاب كان يفتى بالحق وكان يضرب على الحق إلى آخره. هل أنت عمر بن الخطاب؟ أنت رجل في أول البداية، في أول البداية عليك أن تتألف الناس قبل كل شيء، ثم بعد هذا تدعوه بما يناسب من أساليب الدعوة. وإلا من المعلوم أن الأقوام الآخرين عندهم من البدع وعندهم من الشركيات ما ليس موجودا في هذه البلاد والحمد لله، لكن الإنسان العاقل البصير يعرف كيف يدعو. إذا قدرنا أنه أتى إلى قوم يعبدون ضريحة من الضرائح، كثير من الناس لا يتحمل، عنده غيرة فتجده يصيح ويصرخ فيهم. أبعد عن هذا، هذا شرك، إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله على الجنة، هذا مو صحيح. أجلس أو أقف، المهم أن أمكث فيهم وأنظر ماذا يفعلون، ثم أخذهم ولو واحدا واحدا وأبين له، أقول: ماذا يفيدك هذا الضريح؟ ثم آتي له بالأدلة الدالة على أن من دعا غير الله فإن هذا المدعو لن يستجيب له وسوف يقتنع. وإذا أمكن أن يكون معه شريط مسجل فيه مثل هذه الأشياء ويعطيه إياه كان في هذا خير. ويختار من هؤلاء الرجال، يختار من يكون سيدا فيهم أو له شرف وجاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب إلى الملوك والرؤساء، ولأن الشريف والرئيس إذا اهتدى هدى الله قومه على يده.